إذن إخوة لدينا هاتف إيكريك 5 بريم 2019 به حساب الجيميل، نبدأ على بركة الله. تدخل الواي فاي ضروري، ثم نذهب إلى المرحلة القادمة. إذن الهاتف به يعني كود وبه جيميل وتمت الفرماطة. إذن الهاتف يحتوي على الحماية الأخيرة لأنني جربت عدة ثغرات ولم تنفع، لهذا سنذهب إلى التيست بوينت يعني للتفليش. إذن أول مرحلة يجب فك الهاتف، ولفك الهاتف صراحة تحتاجون إلى نزع أولا شريحة الكارت سيم من هنا حتى لا تنكسر. إذن نفتح الهاتف ثم نكمل معكم. إذن هكذا تم فتح الهاتف، يجب نزع البراغي أيضا. إذن حتى ندخل الهاتف إلى وضع التيست بوينت ربط النقطة بالموصل. إذن الآن ننتقل إلى الحاسوب لتحميل الملف وتحميل التطبيق يعني لإنزال التيست بوينت. إذن نقطة التيست بوينت هكذا، يعني ربط هذه النقطة بالموصل هكذا، يتم يعني إيصالهم أولا والهاتف مشتعل، ثم ننتقل إلى المرحلة الأخرى إلى الحاسوب. إذن يجب إطفاء الهاتف أيضا. إذن انتهينا من الهاتف وننتقل إلى الحاسوب. إذن إخواني أخواتي، إذن الملف الذي نحتاجه لتخطي يعني حساب جوجل أكونت على يعني هاتف إيكريك 5 بريم 2019 هو هذا. إذن الملف هكذا، يعني سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو. إذن كيف نفتح الملف؟ لفتح الملف انتبهوا جيدا، يعني نضغط على زر الفأرة من يعني الأيسر ثم يعطينا اكسترا فيل هكذا، ثم نضغط ثم يتم فتح الملف. اذا قبل فتح هذا الملف ننشئ اولا ملف هكذا، يضغط زر الفأرة ثم نذهب الى فولد هكذا، ثم نضغط ثم وضعنا الملف ثم كتبنا عليه Y5 لايت كما ترون في الملف الذي امامكم، ثم ننتقل الى اكسترا فيل نضغط هكذا، ثم يعطيك ان تختار اين تضع الملفات، ثم يعني تضغط على هذا الملف في الاختيار ثم تضع اوكي، ثم يتم انزال الملفات جميعا على هذا كما ترون هكذا امامكم. اذا ندخل الى الملف الذي حملنا هكذا، يعطيكم على هذه الشكله FRP Y5 2019، نضغط ضغطتين هكذا. اذا نضغط على الاس بي فلاش تول هكذا، ثم نضغط على الفلاش تول ثم نفتح الفلاش تول. انا سبق وفتحت الملف، انتم تضغطون ضغطتين ثم تفتحونه ثم تنتظرون ثم يعطيكم هذه الشكلة. اذا يعني ظهرت معكم علامات اوكي اضغط اوكي في المرة الاولى ثم اضغط اوكي في المرة الثانية ثم يفتح، انا يعني سبق وعملت العملية. اذا ننزل الملفات لتخطي التيست بوينت هكذا، يعني نضغط على شوز هكذا، ويعيد لكم يعني من جديد هكذا فتح الملف، ويعطيكم على هذه الشاكلة يعني شاكلة البوت لودر، ثم يعني نعود لنطلع الصفحة التي نريد تدخيل الملفات، نضغط على شوز هكذا وننتظر حتى يدخلنا إلى المرحلة التي نضع فيها. إذا نذهب إلى الديسكتوب، أنا وضعته على سطح الحاسوب. إذا ها هو الملف Y5 لايت، ندخل هكذا ثم ضغطتين ثم البوت لودر، ثم نختار أول ملف، أول ملف أوبن، يتم إنزال الملف هكذا، ثم نذهب إلى المرحلة الثانية يعني شوز، ثم يعني يدخلك أوتوماتيكمون إلى الملفات، ثم يعني نعيد حتى نتأكد بوت لودر هكذا أول ملف، ثم يعني ننزل، يتم إنزال الملف. إذا شوز مرة ثالثة في المنطقة، إذا يدخلك أوتوماتيكمون إلى الملف الذي يريد. إذا نضغط على الملف الأول، يعني حالة انتقل إلى الثاني لا مشكل، فأوتوماتيكمون يقرأ الملف الذي يحتاج. يعني هكذا نضغط على الأول open، إذا تحول إلى الثاني لا مشكل، لا مشكل لأنه يريد الثاني. إذا نحن نضع الأول هو الأساس، إذا قال الثاني نعطيه الثاني. إذا
أدخل الأول. إذا نؤكد نضغط على يعني أن الملفات تم إنزالها، ثم نذهب إلى منطقة الفورمات، ثم نضع ماني الفورمات فلاش هكذا. إذا هنا نحتاج كود أيضا تم إنزاله على الملفات التي حملناها كما ترون. كيف يعني باش نجيب الملفات؟ غادي نرجع يعني هكذا الى الملف اللي حملناه هكذا، ثم نضغط على هذا YX5000FRP، ثم ترون هذا الكود امامكم، يعني نعمل له كوبي، ثم نذهب من جديد الى الفلاش تول، ثم ننزع الاصفار، ثم نعمل يعني باست كذلك الكود الثاني نأتي به، نمسح هذا الكود الأول ثم إلى الكود الثاني، ثم نضع هذا الكود الثاني كما ترون كوبي، ثم نذهب ثم يعني نضع باست. إذا تم تحميل الملفات بنجاح والعملية بنجاح. إذا الآن ننتقل إلى الهاتف كي يعني نربط الهاتف بالحاسوب ونقوم يعني بتخطي عملية الـ FRP. إذا للبيانات ولي يعني يتم تأكيد الملف نضغط على ستار هكذا، يعني فور الضغط على ستار فالحاسوب يعني مستعد يعني لإنزال الـ FRP. إذا نذهب إلى الهاتف لنرى عملية تخطي الـ FRP، يعني نبدأ على بركة الله. إذا جئنا إلى الحاسوب كما ترون، يعني إلى الهاتف. إذا التيست بوينت هو هذا، الآن شبكنا التيست بوينت. إذا نأتي بالكابل، إذا يجب ربط النقطتين جيد، ثم إدخال الكابل على هذه الطريقة، إذا نبدأ بسم الله. جيد، إذا تمت العملية بنجاح. إذا كما ترون على الحاسوب فورمات أوكي. إذا نمسح الكابل أو ننزع الكابل يعني بأسرع لحظة، إذا نرى الهاتف هل تمت يعني تخطي الحماية أم لا. إذا نشغل الهاتف، إذا نبدأ على بركة الله كي نرى هل تم تخطي الحماية. إذا تم تخطي جوجل أكونت بنجاح. إذا تيست بوينت عملية ناجحة مع الحماية 9-1 أو 9-0-1. إذا هذه الطريقة إخواني أخواتي عن طريق التيست بوينت، صراحة لأني صراحة جربت ثغرات كثيرة مع هذا الهاتف ولا تنفع، فالثغرة الوحيدة التي يتم يعني تخطي الحساب هو ثغرة التيست بوينت.
إذن هكذا يكون التيس بوينت والعمل به، يعني لكل من لا يجد العمل فالطريقة سهلة سهلة، كل ما تحتاجه هو الحاسوب فقط وتستعمل التغرار، يعني لا إشكال. ومن لديه مشكل يعني يأتينا بالاستفسارات ويطرح الأسئلة ثم يكون كل شيء على ما يرام. إذن تم العملية بنجاح.